قال الإمام الأمين الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن ألوان الألحاد الإلحاد في فصل أنواع العبادات: وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قدم قدم، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم لا شريك لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحل لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل تأمر سواه. تأمر ولا تأمرهم؟ تأمرهم طيب. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. طيب، قال الصنعاني رحمه الله: وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا أي المشركين، وتكلمنا عن هذا. قال: وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول قد قد، وفي رواية قد قد، يعني كفى إلى هنا أو توقفوا هنا، لا تشركوا بالله. لأنه قول المشركين لا شريك لك ده توحيد، لكن تاني بقوم بجوطوها يقولوا إلا شريكا هو لك، نعم، فيتناقض ويشرك بالله سبحانه وتعالى. لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني لو وقفوا هنا وتركوا هذه الزيادة الشركية لكان توحيدا. قال المصنف: فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. الكلام ده معناه شو؟ معناه هم مشركين صح وكفار وماشين النار، لكن شركهم ده بيدل على إقرار بوجود الله، لأنه الشرك إنه يعبد الله ويعبد معه شنو؟ غيره. فكونهم بيعبدوا الله معناته مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى. وده فيه دليل يا جماعة إنه الإقرار بوجود الله وحده لا يكفي، صح ولا ما صح؟ فهم مقرين بوجود الله لكن برضه مشركين وكفار، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وماشيين النار. ومش كده وبس، لو زول أقر بوجود الله واحد، وأقر بعد ذلك بربوبية الله اثنين، برضه ما مسلم لسه، حتى يقر بشنو يا جماعة؟ بألوهية الله، أن يفرد الله الخالق الرب يفرده بشنو يا جماعة؟ بالعبادة. والحتة دي دائما المصنف بيكررها لأنها مهمة جدا. طيب، قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المشركين بيقول لهم الشركاء اللي بتزعموا إنهم شركاء معي مع الله سبحانه وتعالى وينهم؟ فليأتوا لينصروكم ولينجوكم من بلاء هذا اليوم. هذا هو المعنى. كنتم تزعمون، قالوا الزعم هو الكذب، الزعم في الأصل هو الكذب، في أصله هو الكذب. فهم طالما كانوا متخذين مع الله سبحانه وتعالى شركاء فكانوا كاذبين،
في هذا الاتخاذ وفي هذا الزعم. وقوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، كما في سورة الأعراف برضو اتحداهم ونبيهم وقال لهم ادعوا الشركاء بتاعينكم اللي انتم بتخافوا منهم ودار تخوفوني بهم عشان يجوا ياخذوني او يوقفوني عن هذه الدعوه، دعوتكم الى التوحيد. ثم كيدوني انتم وشركاؤكم الالهه بتاعتكم فلا تنظرون، يعني ما تاخروني، استعجلوا في الكيد بي ولا تستطيعون ذلك. وهذا من كمال توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى أن تحداهم وشركاءهم جميعا. وشكد داعية التوحيد والزول اللي بيدعو الناس إلى التوحيد لازم يكون ما خواف، يكون شجاع. كنت جالس مع واحد قبل أسبوعين بيدعو الناس للتوحيد كما يقال عنه وكما يقول هو عن نفسه في إحدى الولايات القريبة من الخرطوم، وبلدهم دي فيها صوفية كتار وسحرة، وذاك البرمي الناس بالعكاز ده وكده، فلاحظت انه الداعية ده ذاته خواف خايف. قال بس المشكلة بيرسلوا لي شياطين، قال بيجوني وجنون، قال قاعدين يجوني، ده وهم وهوس وخواف. الداعية يا جماعة بعد ما تكون تدعو بالكتاب والسنة وكده لازم تكون ما بتخاف، وإلا ما هتبلغ دعوة. إذا أنت بتخاف ما بتبلغ دعوة يا جماعة. الرسل ديل في رسل وأنبياء كتلوهم. نحن مش ما بتخاف دي نقول الزول يكون متهور، لا، لكن بنقول الداعية إلى التوحيد يكون شجاع. والمشرك بيخاف له من قناية فيها دلقان مغزوزة في بيان فاضي ما فيه وزول ذاته تعب. وأنت بتخاف من الله بيستوي يا جماعة؟ ما بيستوي. فالذي يخاف من الله ويدعو إلى الله ويخلص لله لابد أن يكون شجاعا وقويا في دعوته. وده ما معناته الحماقة، زول يكون أحمق يمشي يجيب له في جامع يقول لهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يا إخواننا البرعي كافر، دي حماقة، وده غباء وعدم حكمة في الدعوة. أنت وريهم أقواله. البرعي قال غير الله بيخلق يا جماعة، والله سبحانه وتعالى قال الكلام ده كفر. البرعي قال غير الله بيعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده كفر. تجيب الآية وتجيب الحديث ورواه البخاري ورواه أبو داود ورواه مسلم، تخلي المستمع هو يعرف حكم الزول ده. لكن تجي تكفله بيضبه من البداية، بيضبه من البداية ما بتمشي لقدام، فالزول برضه يكون فاهم الحاصل. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال فرق بين العلم بحكم المعين وبين أمر الدعوة. نحن ما بنتكلم عن التكفير بالعموم والتكفير المعين، انتبه، ده ما الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا موضوع الدعوة. الشيخ العثيمين قال ده بيختلف، قال كونك تعرف انه اليهود والنصارى كفار ده متفق عليه وتوري للناس متفق عليه. قال لكن كونك تناغش لك يهودي او نصراني وهو قريب للإسلام مثلا وتقول له تعال يا كافر، تعال تعال يا كافر، ما حيجيك صح وحتبعد من الإسلام. وده ما معناته تقول له مسلم، لكن بين له أن عقائدكم دي كفرية والتوراة دي محرفة والأناجيل دي لأربعة مت ولوقا ومرقس يوحنا وهي كانت واحد، وننجل عيسى لا لوقا عيسى لا مرقس عيسى لا يوحنا عيسى لا مت عيسى. فهموا فهموا وأنقذوا من الكفر بعد توفيق الله إلى شنو يا جماعة؟ إلى الإيمان. فلا بد الداعي يكون عنده حكمة يا جماعة وعنده حنكة، ولا بد للداعي أن تكون له أخلاق حسنة عالية، وأن لا يكون بخيلا. داعي بخيل ما بيطلع من جيبه ولا بيكرم الناس. في بلد زي السودان ناس كرم وبيحبوا الكرم وبيقدروا الكريم، وأنت داعي وحافظ القرآن والسنة وكتب التوحيد وبخيل، جلد ما بتهدي لك زول. لازم تكون شنو يا جماعه؟ تكون كريم، تنادي الناس تفضلوا يا جماعه، لا 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 تفضلوا قهوه، تفضلوا جبنه، لا لا تتغدوا لازم. حتى لو زول عنده عقيده خربانه بتلاقي له قلب بعد ذاك تدعوه بايه ايتين حديث حديثين ممكن يهتدي اذا اراد الله هدايته.
فالداعي لابد يكون عنده أخلاق حسنة برضو، أخلاق حسنة، ما يكون فظ ولا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والسودان ده بالذات، بالذات السودان حقنا ده، إذا لقى داعية عالم عنده علم بالكتاب والسنة وصاحب أخلاق عالية لاهتدى على يديه الكثير بالمناسبة، بالذات السودان. لكن حتى لو عندك علم منقط وأخلاقك سيئة تكشر للناس في السوق وفي المواصلات وفي الموقف وأغباش وشايف نفسك أحسن زول، أنت هتنفر الناس من الدعوة. لازم أخلاقك تكون طيبة، الكبير تحترمه وتدي مكانته وتنزل الناس منازلهم، والصغير ترحمه، شفت كيف؟ وكلامك يكون طيب، يقول التي هي أحسن، كلامك يكون طيب للناس ويكون أحسن الكلام، والله يهتدي بسببك وعلى يديك خلق كثير. قال: فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، نفس المعنى الذي سبق. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. يعني المشركين ما كانوا بيعبدوا آلهتهم دي بخضوعهم ويتقربوا ليها وينزلوا ليها ويضبحوا ليها، لأنهم كانوا بيعتقدوا الآلهة دي بتخلق أو بترزق. لا، ما في مشرك كان بيعتقد إنه آلهته دي بتخلق ولا بترزق. طيب ليه كان بيصرف لها أنواع العبادات من النذر والذبح ويخضع عليها وينذر لها؟ ليه؟ لحاجتين: لطلب القرب إلى الله وطلب الشفاعة عند الله. لكن مشكلتهم كانوا بيصرفوا العبادات للآلهة ما لله، للآلهة، وبيقولوا إحنا عبدنا الآلهة وصرفنا لها العبادات دي وضبحنا لها ونذرنا لها لأنه الآلهة دي بتشيل الكلام ده كله، تقربنا به لله وتشفع لنا عند الله. الله قال بهذا السبب وبهذه الأسباب ذي الكفار والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكان بيطلبوا الشفاعة. زي الآن عباد القباب والأضرحة، الواحد يعبد الشيخ أقول لك الشيخ ده بعدين بيشفع لي، أو ينده الرسول صلى الله عليه وسلم وينادي من دون الله يا أبو فاطمة وكذا، تقول لي ليه؟ يقول لك عشان يشفع علينا قدام. ده نفس شرك المشركين الأوائل. لكن المشركين الأواخر حقيننا الليلة ديل عباد القباب والأضرحة ديل زادوا على شرك المشركين الأوائل في أمور، زادوا على شرك المشركين الأوائل في أمور. الأمر الأول أن هؤلاء الذين معنا أشركوا حتى في الربوبية، ديك أشركوا في الألوهية، وحدوا في شنو؟ الربوبية، زي ما قال المصنف وبيكرر الحتة دي كثير. حقيننا بتاع الليلة عباد القبب والأضرحة أشركوا في الألوهية وأشركوا في الربوبية. الأمر الثاني الذي فاق فيه مشركو زماننا من عباد القباب والأضرحة المشركين الأوائل أنهم أشركوا بالله في الرخاء وفي الشدة. أما المشركين الأوائل أشركوا بالله في شنو يا جماعة؟ في الرخاء، وأخلصوا لله التوحيد في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ففي حالة الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وفي حالة الرخاء والنجاء إذا هم يشركون. أما حقين الليلة في حالة الشدة ذات أشركوا بالله، إن ناب خطب في البلاد نزيل، حصلت مصيبة ودي حالة الشدة، قل يا ولي الله إسماعيل. قال: فأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام تأمر بترك عبادة كل ما سواه. الرسل جاءوا جميعا بدعوة واحدة وأمر واحد، كل الرسل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جو لترك جميع الآلهة وأن يعبد ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده جميع الرسل. عشان كده يا جماعة الجماعات الكثيرة دي وكل يوم جماعة تلد لها جماعة جديدة أو تجهض لها جماعة جديدة أو تنشق منها جماعة جديدة دي كلها على باطل. ليه؟ لأنه ما في جماعة منها جاءت بمثل ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون جميعا اللي هو التركيز على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة. كل الجماعات دار السلطة بالمناسبة كلها، جماعة بتاع حزب التحرير شابكننا الخلافة والخليفة خمسون عاما من مرور الخلافة وخمس وخمسون خمسة وخمسون عاما من مقتل الخليفة وما بعرف شنو، ما دعوا للتوحيد ولا يوم واحد ولا يوم واحد. أمسك الإخوان المسلمين ما دعوا للتوحيد ولا يوم واحد، وما فهموا منه إلا الحاكمية وفهموها خطأ في كل فروعها وأصولها، كل خطأ. وأمسك باقي الجماعات والطرق والطوائف كل هدف واحد، بس الكرسي بس قدام، بس درس الكرسي بتاع السلطة، ينافقوا يكذبوا يزوروا يقتلوا، واحدين يقولوا كفر بالله عديل عشان يصلوا للكرسي. لكن الأنبياء ما هدفهم الكرسي ولا السلطة، الأنبياء هدفهم البشر يوحدوا الله ويفردوا الله بالعبادة. قال وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، يعني اعتقاد المشركين في آلهتهم، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، يعني المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. نعم. أحسن الله إليكم. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة، ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وده توكيد لما سبق إنه دعوة جميع الرسل هو شنو يا جماعة؟ الدعوة إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين، صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. طيب، المشركين زمان كانوا كلهم مشركين وكفار، لكن الآلهة اللي بيعبدوها كانت متنوعة ومختلفة، فكانت معبوداتهم مختلفة ومتنوعة، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأشجار. وهذه الأحجار هي في الأصل صور لرجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم. وهنا يشير المصنف لقصة وقوع الشرك في الأرض أول ما وقع. أصلاً ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم، وخلق من ضلع آدم الأقصر الأيسر حواء فكانت زوجته، وأنجبا قابيل وهابيل. وكان بعد آدم عشرة قرون، يعني عشرة أجيال، يعني جيل ورا جيل عشرة أجيال. قال ابن عباس كانوا جميعا على التوحيد،
الناس جو من آدم وبعديه لحد قبل زمن نوح 10 أجيال كلها كانت موحدة، لا كان في كوكب يعبد ولا كان في شجر ولا كان في قبر ولا كان في قبة ولا كان في صنم يعبد. فلما جاء زمن قوم نوح قبل ما ربنا يرسل نوح عليه السلام كان هناك 5 رجال صالحين علماء كما قال الشيخ الفوزان، كانوا علماء وفقهاء وكانوا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان قومهم قد أحبوهم حبا شديدا، فابتلاهم الله بأن أماتهم في عام واحد، وموت العالم والفقيه مشكلة ومصيبة، والناس بيحبوهم شديد، وماتوا كلهم في سنة واحدة بس، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فلاحظ الشيطان حزنهم فقال لهم لو صورتم صورهم لتنفس عنكم ويكون لكم أنشط في العبادة. قال لهم يا جماعة لما ماتوا ودفنتوهم أنتم بتحبوهم شديد وده فقد كبير، فلو صورتوا لكل واحد صورة أول حاجة الحزن اللي عندكم ده حيتخفف لأنه حتشوف صورة ود صورة سواع وصورة كده. والفائدة الثانية الدارعب بضل فيكم لو فتر بيتذكر عبادة هؤلاء الخمسة ونشاطهم في العبادة بيبقى نشيط زيهم. فقالوا الرأي ما قلت، كلامك ده رأي تمام. فقام نحتوا صور منحوتة لهؤلاء ولم يريدوا عبادتهم، الوقت ده ما بدأوا يعبدوهم ولا كانوا بيعبدوا غير الله بالمناسبة، لأنه الخمسة ديل كانوا موحدين وصالحين وكانوا بيدعوا قومهم ده للتوحيد والصلاح. قال العلماء وكان من بينهم علماء، قوم نوح ديل ذاتهم بعد ما ماتوا الخمسة ديل فضلوا تاني علماء، وكانوا ينهونهم عن الشرك بينه قومهم ديل عن الشرك، عشان كده ما عبدوا ديل، عشان كده قالوا وجود العلماء أمان للأمة من الوقوع في الشرك، العلماء العاملين الربانيين، مو زول يقول لك أنا تخرجت مثلا جيت من المدينة وساكت صامي خشمه كده وجماعة بيعبدوا غير الله ولابسين الحجبات، يقول لك لا نحن بندرس في حلية طالب العلم، يا أخي المشركين دول درسوا في حلية الشركة والحل، دول يجيك من المدينة يلمع والمسجد كله صوفية، آداب طالب العلم، ما تمد كرة عينك، ما تتساب قدام الشيخ، ما وده بيعتبروا ده قدام المكاشف، بيعتبر كلامك ده حيمشي يطبقه هناك، فعلمهم العقيدة خلي الاستهبال واللف والدوران. فالعلماء كانوا بينهوهم عن الشرك. قال فلما نسي العلم، وده هنا من كلام ابن عباس وكلام ابن القيم، نسي العلم قال العلماء أي مات العلماء اللي كانوا في قوم نوح اللي كانوا بعد ود وسواع ويغوث كده بعد الخمسة دي، فلما ماتوا العلماء وطال عليهم الأمد جاءهم الشيطان تاني قال لهم يا أخي جاء بعد أجيال كم جيل، قال لهم أسلافكم أجدادكم كانوا بيعبدوا الخمسة دي وبهم يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله ووقع الشرك، فأرسل الله نوحا عليه السلام، ونوح لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة يدعوهم إلى التوحيد لكلمة واحدة بس لا إله إلا الله، وما آمن معه إلا قليل، وعمل السفينة وساق فيها القليل، ابن كثير قال في بعض الروايات القليل ده كانوا 12 بس 12 نفر مسلمين الباقيين كلهم غرقوا من الكفار بما فيهم ابن نوح ذاته، وبعد ذاك المويه نشفت وجفت وكده، وجاء لحد زمن قبل زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان في رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي وكان صالحا ورعا تقيا كان كويس، فمرض مرض وذهب إلى الشام للعلاج، فلما وصل الشام وكانت بلاد شرك، الشام دي كان محل بتاع شرك
وعبادة للأصنام، ما كان بلاد مسلمين الوقت ده. فلاحظ عبادتهم للأصنام اللي قام بيعبدوا الأصنام، فأعجب بذلك. وزول كان غنيان وزعيم وكده، وكان زول صالح، لكن عجبته الشغلة دي. عشان كده العلماء قالوا ده فيه النهي عن السفر إلى بلاد شنو يا جماعة؟ الكفار، لأنه بيفتنوك حتى لو كنت كويس. الليلة وناس يمشوا السنبك وناس يمشوا لوتري وشنو؟ يسموه الهجرة إلى أمريكا. الهجرة هي بتكون من بلد الكفر إلى بلد شنو؟ الإسلام. ديل قلبوها مرة واحدة. فمشى هناك عمرو بن لحي في بلاد الشرك الوقت ذاك الشام، ولاحظ عبادة الأصنام، وعنده قروش، قام اشترى منها حبة، جاب ليقوم في مكة. أول ما جاب الشيطان عرف إنه ده زول ذاته، جاء ظهر له في هيئة رجل وقال اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، فخذها ولا تهب وادعو إليها جميع العرب. جاب له كده كلام مسجوع، ودائما الشرك بيجي بالسجع والشعر، عشان كده يقول لك ديوان رياض الجنة، يقول لك ديوان شنو ما بعرفه، كله شرك، والمدايح كلها شرك. فدي بدأ بقى الشيطان ذاته، قال له امشي هناك الشاطئ بتاع جدة جنب البحر الأحمر، قال له في أصنام قوم نوح الجبال الدفنة الطوفان بتاع نوح، والرمح اللي احفر هنا واحفر هنا، وساق مع عمال حفروا وطلعوا منها شنو يا جماعة؟ التراب، جخدتوه حول الكعبة مع الأصنام الجابة من الشام قبيل، والشغلة جاطت لليل احنا جايطين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء حارب الشرك وكسر الأصنام وكذا، لكن قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بشنو؟ بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أما حديث لا أخاف عليكم، وفي رواية والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي في البخاري، ده ما معناته إنه ما بيشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف أن تشركوا بعدي، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هو نفسه. وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، برضو رواه البخاري. يبقى التوفيق بين الأحاديث كيف؟ الحافظ ابن حجر قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذا للصحابة. ليه؟ لأن الحديث ذا قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين كعلامة من علامات الساعة، يعني ده بعد الصحابة بيحصل. يبقى حديث ما أخاف عليكم أن تشركوا خاص بالصحابة، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري ما أخاف عليكم أن تشركوا، أي لن تشرك جميع الأمة كلها، ما حتشرك، بدليل طائفة من أمتي ولا تزال من أمتي طائفة على الحق شنو؟ ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وحديث برضو ال 73 فرقة والفرقة الناجية، فيبقى الأمة كلها ما حتقع في الشرك. قال ده معنى الحديث بالمعنيين دي، وده خلاصة ما جاء في فتح الباري من كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذه الشبهة التي يتشبث بها الصوفية اليوم. يقول لك ما في شرك، وطيب انت قاعد تسوي ده شنو؟ هو ده ما الشرك ذاته، وقوبة دي عاملة ليه؟ ده الشرك ذاته قاعد يدار ويفعل ويصنع ويعتقد في داخل هذه القبة، ده هو الشرك ذاته. الماء كان موجود مثله وقدره حتى عند أبي جهل وأبي لهب، وده الصراع الليلة يا جماعة في البلد دي وفي العالم، إلا من رحم الله، صراع بين الشرك، بين التوحيد والشرك. وده اللي بيصلح، ده الكلام اللي بيصلح الأمة، والله ما في كلام غير ده بيصلح الأمة، لا التنظير بتاع السياسيين ولا بتاع النشطة من العلمانيين ومن الجبهجية ومن غيرهم، ده ما بيصلح الأمة. اللي بيصلح الأمة تصحيح العقائد، إذا العقائد دي اتصلحت ربنا بيصلح أحوال الناس وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم وأمانهم، إذا عقائدهم اتصلحت. قال ومن هذا قال وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد،
ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسلية بها. ومن هنا العلماء قالوا ده السبب الأعظم الذي من أجله حرم الله الصور، لأنه جماعة لما صوروهم ما صوروهم عشان يعبدوهم، إنما صوروهم لتعظيمهم ابتداء ولأنهم معظمون عندهم، ده في الأول، فبعد ذلك عبدوهم، فكانت الصور سبباً لوقوع الشرك في الأرض أول ما وقع ولعبادة غير الله. فلهذه الذريعة أتت الشريعة لسد هذا الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين، أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصور إلى آخر الحديث الكثير في النهي عن التصوير. فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ديل النصارى، والنصارى الموجودين الليلة كلهم كفار، ما في واحد مسلم أبداً، لأنهم يعبدون غير الله وأشركوا بالله، ولأنهم كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يعبد الكواكب، وديل قوم النمرود بن كنعان الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نقف لحد هنا.